تعاون قطري وثيق مع تنظيم الإخوان، الهدف زعزعة استقرار دول عربية عدة أثناء ما يعرف بالربيع العربي. حقائق كشفتها رسائل البريد الإلكتروني التي رفعت عنها السرية من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. الرسائل كشفت تقديم قطر 100 مليون دولار لدعم الإخوان إعلاميا. أيضا الرسائل كشفت عن تفاصيل محادثة بين كلينتون ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، كانت تبحث خلالها كلينتون عن دعم من قطر لحركات المنطقة، لينكشف بذلك تورط الدوحة العميق بزعزعة استقرار دول عربية لخدمة أجندتها. نجت الأسرار السوداء من الفضيحة لسنوات، ثم خرجت مدوية، بل مدوية جدا، وقطر والإخوان في قلب الاتهام. فضمن ما رفعت عنه السرية في بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، جرى اتفاق بين قيادات التنظيم والدوحة على مشروع إعلامي كبير في مصر، على أن تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة تدعم الإخوان. كشف أيضاً عن أن قيادات الإخوان كانت تهدف إلى الحصول على 100 مليون دولار من الدوحة من أجل إنشاء تلك المجموعة الإعلامية، وبالفعل نجح القيادي الإخواني خيرة الشاطر في التوصل إلى اتفاق يقضي بإنشاء المجموعة، واشترط الإخوان أن تبقى الكلمة العليا في هذه المؤسسة في يد الشاطر نفسه، وأن يتولى مدير قناة الجزيرة السابق وضاح خنفر رئاسة المؤسسة، فيما توكل مهمة الإدارة التنفيذية إلى الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور. لم يعرف من الوثائق ما آل إليه المشروع الإخواني القطري لاحقاً، كما لم يعرف بماذا يمكن لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن يعلق على الفضيحة. فقد قال ذات تصريح وبلغة الواثق إن قطر سئمت وهي توضح للجميع حقيقة أنها لم تقدم أي دعم للإخوان، لكن الوقائع لا تسعفه بالنفي. ينضم إلينا في هذا الحوار من القاهرة الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أحمد سيد أحمد، ومن واشنطن الباحث في مؤسسة هيرتج السيد نايل جاردنر. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين في هذا الحوار. أبدأ منك دكتور أحمد، ضيفي من القاهرة. وثائق جديدة عن حقائق قديمة ومتجددة، لكنها هذه المرة كشفت حقائق أكثر وفي توقيت حرج طبعا بالنسبة للإدارة الأمريكية. ما أهم ما أشارت إليه هذه الوثائق المسربة من بريد هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة في الإدارة الأمريكية، وما الذي أثبتته؟ في الواقع مروج أن الكتاب الأسود لهيلاري كلينتون بيكشف حقيقة وأبعاد السياسة الأمريكية في عهد إدارة أوباما تجاه الشرق الأوسط، موضحا أجندة هذه السياسة وآلياتها وأهدافها، وأن أحد هذه الآليات هي قطر وجماعة الإخوان المسلمين. كان هناك مراهنة من جانب إدارة أوباما وهيلاري كلينتون ووزيرة الخارجية وقتها في عرض ما يسمى هيكلة الشرق الأوسط من خلال استخدام المال القطري والميليشيات كمخلب قط في الجسد العربي تحت منظور ومفهوم ما يسمى الربيع العربي. ولذلك الدلالة الأساسية في هذه الرسائل بتكشف لأي حد كان مخطط يدفع ثمنه الآن شعوب منطقة الشرق الأوسط أكثر من عقد من الزمان نتيجة لهذا المخطط وهذا التواطؤ القطري الإخواني مع إدارة أوباما، والتي كانت تراهن على أن ضرب مفهوم الدولة الوطنية من استخدام الميليشيات ميليشيات الإخوان واستخدام المال القطري. كانت قطر تسعى وتعتقد أنها بأن العالم العربي كان يمر بحالة سيولة، وأنها من خلال هدم الدول الوطنية العربية ومن خلال نشر الفوضى سيكون لقطر الكلمة العليا وستكون قوة عظمى يتجاوز حجمها الصغير من خلال هذا المال ومن خلال المراهنة على جماعات الإخوان وجماعات الإسلام السياسي في كثير من الدول العربية. انتقل لك سيد جاردنر من واشنطن. يعني طبعا نحن الآن وثائق 1800 وثيقة أو صفحة فيها الكثير، هي
ليست المرة الأولى، ولكن هي إضافة كما ذكرت في البداية لمعلومات قديمة متجددة بخصوص الدور التي لعبته الإدارة الديمقراطية في الحراك المسمى بالربيع العربي في ذلك التوقيت. الآن نحن أمام على ما يبدو خطة واضح فيها لعبت قطر طبعا دورا فيها، واستخدم تنظيم الإخوان أحد الكروت أو يعني أحد أبرز الكروت التي تلعب بها يعني أو استخدمت في هذه الخطة. ما الهدف من وراء كل ذلك برأيك؟ شكرا على وجودي معكم في هذا البرنامج اليوم. كما ذكرت كان هناك الكثير من الدلائل في هذه الإيميلات، وأيضا مايك بومبيو أيضا كان لديه الاهتمام بالشفافية والمصداقية في هذه الظروف، وأيضا قام بنشر هذه الإيميلات إلى وزارة الخارجية. وأيضا هناك تقارير تشير إلى حتى الآن إيميل تظهر العمل الوثيق والعلاقات الوثيقة بين إدارة أوباما وأيضا قطر، وبالطبع التعاطف لرئاسة أوباما لمؤسسة الإخوان المسلم. وأيضا اعتمادا على هذه المعلومات التي نراها قطعا، هذا إظهار للكثير من الوقائع بأن رئاسة أوباما تقارب الشرق الأوسط، وأيضا هذا أكثر من إدارة ترامب. ومن الواضح أيضا أن هيلاري كلينتون نفسها تعمل عن كثب مع حكومة قطر، ومن الواضح أن ذلك كان في إطار إدارة أوباما، وله طبعا انعكاس على العلاقات مع الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالكثير من القضايا. وقطعا هذه الإيميلات تظهر أيضا في رأيي بعض المقاربات السياسة الخارجية الكارثية لإدارة أوباما تجاه الشرق الأوسط، والتي تقلل من شأن الكثير من التحالفات مع الولايات المتحدة في المنطقة، والتي تعكس أيضا بعض العلاقات الخطرة في المنطقة. وأنا أعتقد أن هذا إظهار لأن إدارة أوباما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الشرق الأوسط كانت منتجة للغاية، وطبعا فيما تعلق بهذه الإدارة فلقد قامت بالكثير من الأضرار، وأيضا كانت تسعى إلى الإضرار أكثر في الشرق الأوسط. طيب. دكتور أحمد، لطالما نفت قطر علاقتها بتنظيم الإخوان يعني بشكل كامل، ولكن اليوم بعد كل هذه التسريبات أصبح من الواضح هذه العلاقة وهذا الدور، كيف سيؤثر ذلك على صورة قطر وعلى دورها أيضا الذي هي بالمناسبة ما زالت تلعبه، ما زالت تؤوي عدد كبير من قيادات الإخوان، بل من قيادات التنظيمات الإرهابية أصلا الأخرى، القاعدة وطالبان حتى وغيرها، وما زالت لها أذرع في عدد من الدول العربية؟ يعني في الواقع أن هذه التسريبات هي لم يعني ليست بحاجة لتأكيد دور القطري في دعم الإرهاب وفي دعم التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة الإخوان. معروف أن قطر حتى من خلال استضافتها بشكل علني وصريح وسافر لقيادات تنظيم الإخوان في مصر، في ليبيا، علي الصلابي، القرضاوي، يعني قائمة كبيرة من التنظيمات الإرهابية، ثم توفير لها المأوى والحاضنة الإعلامية من خلال القنوات الإعلامية، كل هذا مكشوفا، ولا تستطيع قطر من خلال النفي أن تنفي هذا الدور. أعتقد أن التسريبات هيلاري كلينتون أوضحت أن قطر لم تكن سوء أداء حقيقية، أنها تساند فصيل مهضوم حقه، يعني تعلم أنه هذه حتى المظلومية، هذه النغمة لعب عليها في مصر كثيرا حتى ممكن الإخوان بعد ثورة 2011، وبالتالي هي هنا كان هناك ما يعني تستخدمه كساتر أو غطاء لهذا الدعم. اليوم فهم من هذه الوثائق التي نشرتها جهة لا يمكن أن تكون يعني مشكوك في مصداقيتها الخارجية الأمريكية، بالتأكيد هذا له وقع مختلف هذه المرة. نعم مروج، يعني أشير إلى أن هذه التسريبات تؤكد الدور القطري في دعم الإرهاب وفي دعم هذه التنظيمات، وكشف الغطاء الحقيقي والقناع عن قطر بك كما تقول أنها تساند جماعات أو ثورات الربيع العربي. ثبت أن قطر تستخدم المال حقيقة لهدم الدول العربية. كان أخطر ما في الدور القطري هو اللعب على مفهوم هدم الدولة الوطنية، يعني هي كانت تناصر جماعات ميليشيات إرهابية، الإخوان في مصر،
الإخوان في ليبيا، جماعة علي الصلابي، داعش في سوريا، يعني حتى في العراق، في كل حسين في اليمن، الميليشيا الانقلابية الإرهابية الإيرانية. كل هذا بيؤكد أن قطر كانت تراهن على أنها مع يعني هدم الدول العربية وعلى أنقاض هذا العالم العربي ستكون لها الكلمة العليا والقيادة من خلال هذه الأدوات وهذه الجماعات. كانت استفادة متبادلة. التنظيمات الإرهابية والإخوان وجدت في قطر الملاذ، وجدت المال القطري، وجدت أيضا محاولة إقناع الإدارة الأمريكية بأنها ستكون هي يعني المستقبل لها في الحكم وتضمن المصالح الأمريكية. لكن في اعتقادي أن كل هذا المخطط انكشف وبرز وفشل، وهذا أحد دوافع انقلاب ترامب حقيقة على سياسة أوباما السابقة فيما يتعلق بهذه التحالفات، فيما يتعلق بهذه التوجهات واستخدام هذه الآليات والتنظيمات الإرهابية. طيب الآن ماذا بعد عقد من الزمن؟ عندما نقول أن في الرسائل أن كلينتون زارت قطر في مايو 2010 كان هذا التوقيت له مغزى، أي قبل 5-6 أشهر من اندلاع ما يسمى الربيع العربي، بمعنى أنك كان مخطط جاهز لإعادة تفوير المنطقة العربية وهدم وتمكين حاول تمكين جماعات الإسلام السياسي، وهو ما دفع سمعه حقيقة الشعوب العربية والدول العربية حتى الآن. بالمناسبة على ذكرك، هذه الزيارة التي أفردت لها التسريبات مساحة كبرى، سيد غاردنر، هناك علامات استفهام اصلا حول هذه الزياره وشبهات. هي التقت السيده كلينتون بمدير وضح خنفر، مدير قناه الجزيره، بمدير عام الجزيره الانجليزيه. هي ايضا التقت برئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، لكنها اصلا لم تذهب ولم تلتقي باي من القيادات العسكريه الامريكيه الموجوده، حتى لم تذهب يعني لم تكلف نفسها عناء الذهاب الى او تفقد المنشآت الأمريكية الموجودة في قطر. يعني ألا يثير ذلك شبهات حول نوايا إدارة أوباما في ذلك التوقيت أصلا؟ نعم، كل ذلك غريب. وأعتقد أن هذه التسريبات الخاصة بالبريد الإلكتروني إلى حد ما تظهر الكثير، لا سيما أن إدارة أوباما كان لديها وسياستها في المنطقة كانت سياسة فاشلة. وأعتقد أيضا أن هناك حكم بسيط فيما تعلق برئاسة أوباما فيما تعلق بتعامله على كل هذه الأمور في المنطقة، والإيميلات تؤكد على ذلك. وأود أيضا أن هذا يعد تعاطف تجاه الإخوان المسلمين والذي شهدناه من قبل رئاسة أوباما، وهذا كان خطيرا بالنسبة للمصالح الأمريكية. وأعتقد أيضا أن هذا يعد سياسة فاشلة فيما يتعلق بذلك الوقت. وعلينا ألا ننسى أن الإخوان المسلمين تعتبر منظمة إرهابية، وعلينا لا نقلل دور الولايات المتحدة ليس في الشرق الأوسط ولكن أيضا على المستوى العالمي أيضا في هذا الأمر. وعلي أن أقول أن طبعا أن هذه الإيميلات تؤكد أن إدارة أوباما وسياسته الخارجية كانت إلى حد ما فاشلة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، وأيضا تطرح أسئلة أيضا فيما يتعلق ما قد نشهده فيما يتعلق بهذه الإيميلات وإدارة أوباما وسياسته فيما يتعلق بإيران. معتذرة مقاطعتك، فقط لكي استطرد معك في هذه النقطة، ذكرت كلمة تعاطف إدارة أوباما، وهو يعني هل هذا ما نفهمه أنه هل المسألة كلها كانت تعاطف مع فصيل الإخوان أو فصيل يدعى المظلومية وما شابه؟ لأنه بالتأكيد كل ما فعل آنذاك، كل هذا المخطط وكل هذه التحركات كان وراءها هدف ما. ما مصلحة إدارة أوباما في ما سمي بمخطط لإحداث ونشر الفوضى في المنطقة العربية؟ أعتقد أن إدارة أوباما ومقاربتها بصفة أساسية في الشرق الأوسط كانت واحدة من التعامل مع المؤسسات الإسلامية في لا سيما الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، وسياساته في اتجاه مصر فيما يتعلق بمصر، وهذا مثال رائع فيما يتعلق بإدارة أوباما، فهي لا تتعلق بالإخوان المسلمين على الإطلاق. إدارة أوباما
أوباما كانت تشجع الأخوان المسلمين وليس مقاومة التأثير الخاص بالأخوان المسلمين في المنطقة. وبالتالي أعتقد أننا نشهد مجموعة من الفشل من جهة الرئاسة الخاصة بأوباما فيما يتعلق بذلك. وأيضا وزيرة الخارجية السابقة كانت جزءا كبيرا من هذا الأمر. ورئاسة أوباما وسياسته في المنطقة كانت مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا للحلفاء الآخرين. وأعتقد أن هذا ما انعكس أيضا على الكثير من عدم الاستقرار. والرئيس أوباما أيضا كان لديه تحالفات في المنطقة وأيضا كان عليه أن يواجه الإخوان المسلمين. هذا تناقض كبير ويعتبر أيضا مقاربة ضعيفة قد تم اتخاذها من قبل إدارة أوباما في هذا الوقت. دكتور أحمد، فكرة أن الإخوان فصيل مرتهن للخارج أو أن تنظيم الإخوان مرتهن دائما لأجندات خارجية لطالما كان رأيا أو تحليلا، اليوم ثبت بالوثائق التي سربت من الخارجية الأمريكية من إيميلات سيدة كلينتون، كيف سيؤثر ذلك على صورة والأدوار التي ما زال تنظيم الإخوان يقوم بها في المنطقة؟ لا أتحدث عن مصر، أن مصر حالة خاصة لأنها استطاعت حسم ملف الإخوان مبكرا، ولكن ما زال الإخوان لديهم تواجد في عدد من الدول العربية والمنطقة. يعني في الواقع مروج أن هذه التسريبات هي تؤكد أيضا أن جماعة الإخوان المنتشرة في كثير من الدول العربية وكثير من دول العالم حقيقة هي ليست لديها انتماءات وولاءات وطنية، وإنما لديها أجندات وهي أداة تنفذ أجندات خارجية تتآمر ضد أوطانها ضد شعوبها، كما رأينا في مصر في ليبيا في كل الدول العربية. ما يحل الإخوان حتى يحل معها الدمار والخراب والعنف والقتل، وبالتالي هي أصبحت بصورة مؤكدة أنها جماعة تمارس العنف وتمارس الإرهاب على عكس حتى ما تحاول أن تروج له في الغرب وما حاولت أن تروج له في إدارة أوباما. إدارة أوباما استخدمت الإخوان كأداة، استخدمت المال القطري، ثم أعتقد أيضا وقد تسفر التسريبات أيضا عن الضلع الثالث في هذا المثلث وهو الدور التركي حقيقة في هذا الثالوث المثلث التركي القطري الإخواني في تدمير المنطقة العربية، في وضع تركيا ككلمة عليا في المنطقة، في أيضا كقطر كان تكون دولة عظمى في المنطقة الشرق الأوسط بما يتناسب مع قدرتها وحجمها الحقيقي، ولذلك تم توظيف هذا الأمر. يعني حتى عندما تكشف الرسائل بين هيلاري كلينتون وبين حمد بن جاسم رئيس الوزراء السابق حول ضرورة الدعم القطري في دعم الصندوق المصري لأمريكا للاستثمار تحت مظلة مشروعات المجتمع المدني والديمقراطية، وبالمناسبة دائما إدارة أوباما استخدمت الديمقراطية حقوق الإنسان وهذه المفاهيم كمظلة إمبريلا للتدخل في الشؤون الدول الأخرى لهدمها من الداخل لتقويض الدول الوطنية. ولذلك الآن ما نرى خريطة العالم العربي التي دخلت فيها قطر والإخوان وتركيا برعاية أوباما، سوريا، اليمن، العراق، ليبيا، كل هذه الدول الآن تدفع ثمن هذه المؤامرة الكبرى وهذه الأجندة وهذا المشروع الفاشل حقيقة الذي راهن على الدماء، راهن على الخراب، راهن على مفهوم التفتيت والميليشيات والتنظيمات الإرهابية. وتكون قطر بمحاولة تضليل الرأي العام العربي من خلال الحضانات الإعلامية التي وفرتها قطر لهذه التنظيمات. سؤالي لك سيد غاردنر، ويعني لم يتبقى لدي الكثير، فيعني أريد أن أسألك عن الموقف الخاص أيضا الوارد في التسريبات بأنه إدارة أوباما كانت تمانع أو ترفض تدخل قوات درع الجزيرة لحماية الأمن القومي البحريني في أحداث العام 2011. ما سر هذا الرفض؟ لماذا رفضت هذا الدور؟ ولمن يخدم ذلك؟ والشق الآخر هو أنه هل نتوقع لو عادت إدارة الديمقراطيين في صورة لو فاز بايدن، هل ستستمر هذه الأجندة بهذه الطريقة؟ هذا سؤال جيد. لست متأكدا فيما يتعلق بالسؤال الخاص بالجزيرة، ليس لدي المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر. وفيما يتعلق بالصورة الكبرى فيما يتعلق بايدن ورئاسته، قطعا هذا أمر مهم وسؤال مهم، وعلينا أن ننتظر لنرى إذا كانت رئاسة بايدن سوف تقارب مسألة قطر وأخوان
المسلمين. إذن هذه قضية مؤسفة فيما يتعلق برئاسة بايدن، وإذا كان عليه أن يواجه هذا الأمر وإذا قام جو بايدن بفوز الانتخابات الرئاسية. ولكن بلا شك كما ذكرت من قبل، فإن موقف رئاسة أوباما فيما يتعلق بالإخوان المسلمين في رأيي تعتبر كارثية. ومن المهم أن أي شخص سوف يفوز بالانتخابات الرئاسية عليه أن يضمن ويؤكد على أنه لن يكون هناك مشاركة مع الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين هي حركة إرهابية وبالطبع سوف تقلل من شأن الولايات المتحدة. ومن المهم أيضا أن الرئاسة الأمريكية القادمة عليها أن تقف أمام الإخوان المسلمين وأعمال الإخوان المسلمين، والتي كانت دائما عكس المصالح الأمريكية. وفي نفس الوقت أيضا الإخوان المسلمين بالطبع لديهم أيضا ارتباط بالشبكات الإيرانية، وهذا أمر علينا نأخذه في الاعتبار، ولا يمكن أن يكون لدينا أي نوع من التعاطف مع الإخوان المسلمين وأيضا فيما يتعلق برئاسة أوباما. فهذه قطعا هذا أمر مؤسف للغاية، وقطر عليها أيضا لا ينبغي أن يكون لديها علاقة وثيقة مع الإخوان المسلمين. تداعيات هذه التسريبات ستظل خلال الفترة المقبلة، خصوصا ونحن في موسم انتخابي سيكون هناك بالتأكيد بعض الارتدادات في الداخل الأمريكي. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، من واشنطن الباحث في مؤسسة هيرتج سيد نايل غاردنر، وأشكر ضيفي من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. شكرا لكما.